تقريبا ما شاء الله الطاقه اللي انتوا فيها كان كام ساعه واحده وربع يعني هقول عليك المره اللي فاتت هنكمل النهارده ان شاء الله. اول حاجه اسمها سكلابتشر. والله لو شغاله لو انتوا سكتوا هتسمعوا انا بقول مش عايز صوت. ممكن يجي لي سؤال في الامتحان انيوميريت انيوميريت معايا بقول على مين؟ structural features of enamel. Structural features of enamel. What do you mean by structural features? حاجات كل ما هاخد سكشن في الانامل لازم اشوفها. فلو جالي سؤال انيوميريت وبعد كده ديسكاس مثلا وان او تو حسب ما يطلب مني في الامتحان ده احتمال. الاحتمال الثاني ان اقول لك جيف شورت اكونت من كذا على طول يبقى ده سؤال مباشر بقول فيه كل التفاصيل او الديتيلز بتاعتي. ايه هم الفاكشن فيتشرز اوف انامل؟ نقراهم مع بعض بصوت عالي. انامل لاميلا انامل كاست انامل سبيندل اخر حاجه تنزيل انامل جاش. يبقى انا هنحفظ الاربعه دول دكاتره كاسامي بلس ان انا طبعا ممكن اي حاجه فيهم تجيلي لوحدها تقريبا عملت توثيق فلازم نفهمها كويس. في كلام ليه؟ انامل هيخلص النهارده. هيبقى بشرط كده ان انا هيخلص النهارده ده بس ممكن ينطبق. مين ترم تاني؟ مين ترم؟ فلوس ديفلوبمنت كلها داخله والانامل. هنصحصح مع بعض كده نشوف هنذاكر ايه. وبعدين انا مش هسمع اللي في الكتاب عشان ما حدش يقعد يقلب في الكتاب. في حاجه بقول لكم زودوها في الكتاب زودوها. سؤال في الحته الثانيه مين ترم ومين ترم مع بعض. ماشي؟ بعد كده بتروحوا البيت بتقروا الكلام. هتلاقوا الحاجات اللي ركزنا فيها في المحاضره جدد عليك في المذاكره. حاجات ما قلتهاش في المحاضره يبقى مش عليك. ماشي؟ انا مش عايزه بقى ايه نظام التمرين والكلام ده. اول حاجه يا جامد لاميلا يا دكاتره بمنتهى البساطه كلمه لاميلا معناها ان انا لقيت زي شقه في المعمل. ماشي؟ يعني خط لقيته في السكشن بتاع المعمل. لان انا عايزه اتفرج عليه ادي لاميلا اهي شايفين البوينتر؟ structural feature of enamel معناها كل ما اخد سكشن في enamel هلاقي فيها الحاجات دي. اول حاجه خدناها enamel لاميلا. طيب انا حتى قطاع في enamel لقيت خط لونه متراوح ما بين البني لو هو السبب بتاعه hypocalcification وما بين اسود شويه لو السبب بتاعه uncalcified. uncalcified معناها ايه؟ نتوقع ان الشق ده مليان بحاجات قدامه. لما اقول hypocalcified بتوقع ان الشق ده في نسبة مينرالز ولكن بنسبة ايه؟ قليلة. طيب سؤال شديد بقى في الشق بيقسمني الانامل لاميلي اكوردنج تو ايتيولوجي. يمكن التقسيم اكوردنج تو ايتيولوجي مش موجودة لو حد عايز يكتبها ان انا بقسم الانامل لاميلي اكوردنج تو ايتيولوجي او سببها. كلمة ايتيولوجي معناها الكوز بتاعها او السبب. ممكن حاجة من الاثنين. يا اما السبب ده حقيقي يعني ليه دعوة عملية الانيمي شيرسس اميلو اي حاجه اللي ليها نشر في النعمه بسميها اميلو صح؟ جينيسيس معناها ايه؟ تصنيع انفورميشن. يبقى انا لو السبب بتاع الاميلو او الشق ده ناتج عن مشكله او ديستربنس في الاميلو جينيسيس هسميه ديفلوبمنتال جاي من ديفلوبمنت او ترو لاميلي لاميلي حقيقيه نتيجه لمشكله في الاميلو جينيسيس او تايب ايه لاميلي. فهمنا؟ أول نوع من أنواع اللاميلا مشكلة حصلت في الأميلا جينيسيس عملية التصنيع نفسها. إزاي حصل الكلام ده؟ يعني أنا هنا الأميلا بلاست جت اشتغلت هنا حتة كويسة جدا. بعد كده حصل مشكلة أو ديستربنس عملت إيه؟ فضلت تسمع رغم انتراد رغم انتراد بس عمال بي هايبوكالسيفاي. والمشكلة دي ما اتصلحتش لغاية لما وصلت ليا ده مثلا. الصدر بتاعي. يبقى اول شرط عندي عشان اقول ان الخط اللي انا شايفاه ده لاميلا لازم يكون اكستندنج من اند سيرفيس. من اوتر سيرفيس.
لازم بعناية بشايفة النبي الأنيلا وصلاني فين؟ في الأبر سيرفس. طب يا ترى هتمتد في الإنامل بس؟ ولا ممكن تسأل الدنتين وإنامل جانكشن؟ ولا تعدي للدنتين؟ ده حسب الأسباب اللي إحنا هنقولها دلوقتي. لكن متفقين إن أي نملة في الدنيا لازم تكون واصلة لغاية فين؟ الأبر سيرفس. أوكي؟ عارفين ليه؟ مش ده شق؟ يبقى أنا لو هتفرج على السنة دي من بره هلاقي في شق قصاد ده ولا يعني هشوف كراك بعيني على الكراون من بره، ادي الكراون دي اهو فيها شق كده سميته كراك. لما اخد سكشنز في السنه هشوف الكراك ده العمق بتاعه بقى داخل لجوه، هسميه ايه بقى؟ انامل انامل. يبقى تاني لو انا شايفه بعيني على السن كده فوق العين كراك، متاكده ان انا لو حطيت قطاع في السنه هيبان عني ايه بقى؟ حاجه اسمها انامل لامينا. خلاص يا دكاتره؟ يبقى انا الشرط الاساسي بتاعي ان انا استنج لان ايه؟ لكن بقى والله هبقى في الانامل بس ولا هوصل الدنتين الانامل جانكشن ولا هوصل الدنتين هنشوف دلوقتي. مبدئيا لو قلت ديفلوبمنتال او ترو او تايب ايه لامينا؟ مش احنا قلنا مشكله في الاميلو جينيسيس؟ صح؟ طيب ينفع اشوف اللامينا دي اكستندنج وصلت للدنتين واقول ان دي ترو لامينا؟ لو الشق بتاعي وصل للدنتين بدات هو ديفلوبمنتال، لا هفكر في الانواع الثانيه. لكن لو لقيته في الانامل بس اقول اه ممكن يكون ده ديفلوبمنتال، ممكن يكون ده ديفلوبمنتال لما في الانامل فقط. انما لو عدى للدنتين هستبعد تماما ان هو يكون ايه؟ هو او ديفلوبمنتال. عكس ديفلوبمنتال ايه؟ نان ديفلوبمنتال عكس ترو فولس. الفولس كمان بيتقسم لحاجتين. فرصة يمين هقسمها كده يا دكتور. أولا هي كده كده الشق اللي أنا شايفاه ده هيبقى مليان بحاجات قدامك، يعني هو أنكالسيفايد ولا هايبوكالسيفايد؟ أنكالسيفايد، إنما الترو كان هايبوكالسيفايد. ما أنا بقول مشكلة في تصنيع الإنامل. لكن ده الإنامل بتاعي خلص زي الفل، يعني الأميلوجينيسيس بتاعتي ما فيهاش مشكلة. ده بيحصل إمتى يا دكتور؟ بعد ما الاميلوجينيسيس تنتهي بالكامل. يعني انا عملت اللي عليا كاميلو بلاس، اشتغلت واديت لك انامل سليم. جت بعد كده سيفير ستيمولس زي حطه مثلا. كسرت الانامل عملت فيه شق. يبقى انا كده ليا دعوه بقصه الاميلوجينيسيس؟ لا. يبقى انا كده مش ديفلوبمنتال، انا كده ايه؟ نون ديفلوبمنتال. طب ليه بقى هقسمها لنوعين؟ هعمل سب ديفيجن؟ يعني هقسمها اقول والله ممكن الخطه دي تكون ده. سيفير ستيمولس ده before eruption في لحظات الانامل حصل سيفير تروما بسبب ان القطعه اتقطعت. عامل فكره كده هي السنه كانت مليانه بايه؟ بالبطيئه دي واحنا لسه before eruption. مين اللي مسؤول عن protection of the enamel؟ مين اللي حصل له انهيار كده على بعضه؟ بقى حصل reduction للليز بتاعته؟ ها في ناس بتعمل امتحان برافو reduce enamel يعني انا لو بيفوق ايربشن وحصل لي كراك ممكن خلايا الديوس بنات كتير تخش جوه الكراك ده. اوكي؟ في حاله زي كده الكراك مليان بمواد عضويه ولا بديجنريتد سيلز يعني انكالسيفايد ولا هيبوكالسيفايد؟ انكالسيفايد بتملي الخلايا. طيب احنا متفقين ان الكراك بعد ما الانيوجينيسيس خلصت سميناه فورس او نون ديفلوبمنتال. هقسم الفورس ده انتو بي وسي. بي بيفور صعبه كده؟ بيفور ايه؟ طيب بي يبقى سيفير ستيمولس حصل لي بعد ما خلصت الاميلوجينيس الصحيح بس حصل بيفور ايه يا دكاتره؟ ايربشن. وعمري ما اتلخبط بقى. طيب بي بيفور ايربشن. طيب سي اوتوماتيك بقى يبقى يعني انا دلوقتي السن طالع في الكافيتي اهو وحصل لي سيفير ستيمولس خدت خطه مثلا. بعد الشر عليا ولا حد من حاجه. ماشي. السنه في ورا الكابتن ده سيفير ستيمولس ده سيفير تروما. ممكن يحصل شق ولا اكراك. واحيانا بيبقى سوء سيفير لدرجه انه ياخد وجود معايا. الكراك اللي حصل في بوقي دلوقتي كان اليوم بتاعي خلصان ولا لا؟ خلصان لان انا مش متمكن. طب هيجيلي ايه الكراك ده؟ هل في خلايا دلوقتي اللي بتشوف نعمل نتيجه؟ وانا طالعه دي معايا في ورا الكابتن؟ لا. يبقى هجمين المواد العضويه منين؟ من السلايفا. السلايفا وفود ديبريف. وات ايفر انا بيفور ايربشن اتمليت بخلايا.
او افتر ريكشن اتمليت سلايفا. في الحالتين دي مواد عضويه اورجانيك ولا لا؟ ما جبتش سيره هايبو كالسيفيكيشن. يبقى نجمع سريعا اللاميلي عشان ده حاجتين، يا اما انت مشكله في الاميلو جينيسيس فسميتك ايه؟ ديفلوبمنتال او لاميلي او لاميلي تايب ايه؟ هايبو ولا هايبو؟ هايبو. سريع يا رب نشرح. مش 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 قربت ليه؟ ما رضاش الشخص بس هي المشكله في الامير جينيسيس. طيب مايك ما تسيبيش سيلمس عشان تعملي ديفلوبمنتال مايك. طيب عكسها بقى ريبوت في جدول في الكتاب لو احنا عايزين نذاكر بايبس الجامدي حلو قوي الجدول ده، بس انا نزود عليه قلم ونصف حاجات بقى مكتوبه بالتفصيل. يعني مثلا لازم ابقى عارف التعريف بتاع اللام اللاميدي هي في بايب ستراكشر اكستندنج مثلا اوتر سيرفس لفاري ديستنسز مي بي ريستريكتد تو انامل اور اكستند تو دنتين. يبقى انا هزود هنا ديفينيشن اي تايب اي وبي وسي كونسيستنسي. انا كاتبه مين فيهم الوحيد اللي هايبو كالسيفايد؟ هايبو عشان انا ليا علاقه بالاميلوجينيسيس اللي هو تايب ايه تمام؟ النوعين التانيين هايمينرالايز بس هو حسب بقى انا هتميل ديجنريتد سيلز يبقى بيفور ولا افتر ايربشن؟ بي ها؟ بيفور ايربشن. لو حصلت بعد الايربشن يعني تايب سي هيبقى فيه بلود ويز ايه؟ اورجانيك ماتر في السرايا. طبعا الحاله الوحيده اللي افتر ايربشن هي سي بس انها يرتبط في سي. لوكيشن انتوا مش مطلوب منكم في الامتحان انتوا تحددوا مثلا لاميلي دي ترو او فولس بس انا بقولها لكم عشان تفهموها. لو انا لقيت لاميلا في الانامل بس يعني مثلا زي الصوره دي كده في لاميلا باينه في الانامل اونلي هنا اهو او هنا في لاميلا عدد كده. لو انا مقتصر على الانامل فقط ليه احتمال واحد ولا اثنين؟ واحد. تقول لك واحد. ليه اثنين؟ هو في حاجه تخليني احمي فاقول ان الريستريكتد اللي في الانامل بس مشكله في الامينو جينيسيس؟ طب ما يمكن السيفير سيمنس اللي حصلت ما كانش سيفير كفايه وعملت لي تشاك صح بيفور اخر اوبشن مش مشكله المهم هي فولس وبرضه في الانامل. لكن الصوره الثانيه لما الاقي الانامل بتاعتي بس لغايه الدنتين هنا ممكن احلف فولز احلف اقول لازم دي تكون فولز ما ينفعش تبقى فهمنا؟ لو لقيتها في الانامل صحيح الاحتمال الكبير تبقى ترو بس هل استبعد الفولز؟ لا هستبعد امتى الترو؟ لما يوصل للدنتين لما يوصل للدنتين اكيد كده مش ترو اكيد انا كده مش ديفلوبمنتال انا دخلت في الدنتين ماليش دعوه بميل جينيسيس فهمنا يا دكاتره؟ مش مطلوب منكم تحددوا ترو او فولز انا عشان افهمكم هنا في الجدول يعني ايه ريستريكتد تو انامل تايب ايه بس اما هنا ما بيجيش بنزين اكتر حاجه كومن طبعا ايه نسينا تقول في الدوره كانت تتخبط يبقى انهي تايب فيهم ذا موست كومن تايب سي هنا هنا بنبني زي ما قلت لكم هنذاكر جدول وهنزود فيه معلومات بالنصاص ديفينيشن نشوف ايه السبب بتاعها يتكتب بالتفصيل طبعا ناشونال ايتيولوجي خدوا بالكم الجدول مش كفايه بقول لكم في نفس خانات الجدول دي هزود معلومات ان سبب كل واحده ايه؟ طب اللي بيفور ريبشن اتمالت بايه؟ الافتر ريبشن ايه؟ وهكذا. نعمل طفت كلمه طفت معناها الحشيش الصغير. بلاش حشيش. العشب الصغير. العشب العشب. ف خدتوا بالكم ما قدرتش اقول لكم طالعه من ناحيه في ناحيه واحده قلت لكم ايه؟ لكنها سيلز از اف ارايزنج فروم وان بوينت وبتتفرع شايفين الشفيرات الصغيره دي؟ صح ماشيه كده وكده ليه؟ هي ماشيه مع الكورس بتاع مين يا دكتور؟ بتاعت ال ايه اللي خدناه المره اللي فاتت عرفنا ان هي بتمشي من الكورس؟ اسمها ايه؟ ها؟ اللي هي بعد
فين الانام؟ الانام الرود. الانام الرود صح؟ يبقى انا اتوقع كده الانام الطف عباره عن سيجمنت او حتت في الانامل واخده ويفي كورس بس لونها بني شويه. هي بني ليه؟ عشان هايبو ولا هايبرسيفايد؟ هايبو. اتفقنا هايبرسيفايد بيبان بني شويه لكن بقيه الانامل مستمره زي ما انتم شايفين. طيب شروطها ايه عشان تظهر؟ بص يا دكاتره طف بتبتدي بالتي لازم عشان اشوفها اشوفها في تي اس ولا ال اس؟ تي اس. ما بقولش تبتدي بالتي عشان اقول لك تبتدي بالتي يبقى اشوفها في التي اس خلاص؟ شرطها ان هو تي اس سكشن جراند ولا ديكاسفايد؟ ها تفتكر اشوف الانامل بايه؟ جراند عشان ديكاسفايد مش هشوف حاجه اصلا. بالظبط ديكاسفايد مش هشوف حاجه. يبقى شروط ظهور الانامل طف تكون تي اس جراند فيك سكشن. يعني ايه فيك سكشن؟ كبير او تخين. هو مش بالمزاج على فكره ان هو يبقى فيك. هي الفكره ان انا لو الكرون بتاعي بحول قطاع لغايه ما اوصل على مايكل فوق 60 على 24 بعد ما اصير مريض بحاول اخد السنه ان انا اوصل لارفع كلمه مش موجود غصب عني عمري ما اوصل ان انا اجيب سكشن يبين لي صف واحد من الانام الرد. لازم يبان لي سكسسيف لايرز. يعني ايه سكسسيف لايرز؟ زياده قوي. ها يعني ايه سكسسيف لايرز من الانام الرد؟ ملحقاتها. يعني هشوف كذا طبقه مهما حاولت ارفع ان انا اجيب طبقه واحده من انام الرودز بس غصب عني هيحصل ايه؟ شايفين هنا في خيال للتنزيل انام جنكشن وراها صح؟ يعني في طبقه ثانيه انام الرودز واحده ماشيه كده واحده وراها ماشيه في اتجاه مختلف واحده ماشيه كده كده وراها في اتجاه مختلف وهكذا. يبقى احنا كده طالعين من نقطه واحده ولا طالعين من ديفرنت بوينتس في الدنتين انام جنكشن؟ ديفرنت بوينتس لكن افير ازيف. يعني انا بعيني هشوفها لكنها بادئه من طبعاً ايه؟ طبعاً. من نقطه واحده عند الدنتين ونام الجنكشن خلاص؟ معايا دايره اهو هتخيل ان دي الدنتين ونام الجنكشن. اول مجموعه من انام الرودز قررت ان هي هتمشي مثلا يمين الاول كده وتاخد الويفي كورس بتاعها. اللي هي اللي وراها الانام الرودز عملت ابربت تشينج. يعني ايه ابربت؟ تغيير مفاجئ في الاتجاه بتاعها عشان تمشي برضه ويفي كورس. اللي هي اللي وراها راحت الانام الرودز مغيره الاتجاه تاني. اللي هي اللي وراها غيرت الاتجاه. يبقى انا اللي قاعد قدامي هيحس ان كل الانام الرودز ليها اوريجن واحد صح؟ لكن في الحقيقه هما ليهم ديفرنت اوريجنز. لكن ابربت تشينج ان دايركشن of hypocalcified rod winter rod هم مش طبيعيين. كلمه hypocalcified عشان كده لونهم بني مش انام الرود عاديه. طب الانام الضف يا دكاتره ماشيه بالكرسي بتاع الانام الرود ولا لا؟ ها لما ناخد بالنا هي فعلا ماشيه ويدي اهو كده ويدي الناحيه الثانيه. يبقى انا كده واخده الكرسي بتاع الانام الرود تاني عشان نجمع ايه هي الانام الضف؟ Hyperclassified, rod into rod, resembling tuft of grass, appear as if كأنهم originating from single point صح؟ لكن هم actually طالعين ايه؟ من different origins. طب ايه اللي خلى المنظر ده يطلع عندي؟ ان حصل تغيير مفاجئ في ايه؟ الدايركشن بتاع النامل رود into rod. مفهوم يا دكاتره؟ الشرط بتاعي عشان اشوف النامل تاف ايه هو؟ تي اس سكشن تي اس جراوند سكشن تيك وتي اس وجراوند سكشن طبعا لان انا مش هشوف الانام تي اس صح كده. طبعا متلخبط يا دكتوره ما بين الانام الطف اللي هو هايبر كالسيفايد ده وما بين الانام اللابيل ده. لو انا شايفه بعيد الخط واصل لغايه السطح يبقى ده ايه؟ لازم نعمل. انما الضغط يا دكاتره بتبقى في الدينر ثيرد في الثلث الداخلي اللي هو ناحيه الدنسين ونعمل جنكشن. ما توصلش للسيرفس بصوا كده ها نمبر ايه؟ اهو دي طف برافو عليكم ادي ويفي كورس اهو. نمبر دي طالعه عامله زي الاوتر سيرفس بس الدليل بتاعي وصلت للاوتر سيرفس يبقى دي ايه يا دكاتره؟ بالصدفه لاميلي وصلت الدنتين لامين جنكشن ماليش دعوه ما دام على اوتر سيرفس يبقى دي لامين.
What's going on? لو في هنا الضغط يفهم سبيندل ايه اللي يفهم سبيندل فدي اللي كانت بدايه القصه بتاعت الاندكشن في خلايا ذات البدايه اللي ظهرت عندنا دونت بلاست برافو عليك دونت بلاست صح؟ قال لي دونت بلاست دي عامله زي الفار الفار ليه ايه؟ تيل ليه؟ في بدايه التكوين خالص بتاعت البنزين والانامل كده هتعملوها ان شاء الله تاني في الدكتين ادي الاوضه بتاعتك اهي في البدايه خالص بتطلع بروسيسز كتيره بالمنظر ده وادي البري امينو بلاست وبري امينو بلاست ثانيه جنبيها وهكذا ممكن واحد من البروسيسز دول بتاع الاوضه بتاعتك يحصل له ايه؟ يتزنق هنا ما بين خلايا مينا بنعمل الفيثيليا ماشي؟ طب الخليه هتموت؟ مش هتموت هي كل الحكايه تحط دنتين وتنزل لتحت كل ما انزل لتحت كل ما بسيب بروسس واحد بدل ما كان عندي صوابع كتير لما اعمل اتراكشن بنسحب ناحيه البلب هسيب بروسس واحد زي ما انتم شايفين يعني دي الواحد هو اللي بيتبقى لكن في الاول كانوا بياخدوا البروسيسز بنحكي القصه دي ليه؟ دي سؤال شهير جدا دلوقتي واحد من الزوايا او البروسيس دي عدى يا دكاتره عدى دنتين ونعمل جنكشن راح فين؟ نعمل راح اتزنق في الانامل طب ازاي دخل من الانامل ده حاجه ناشفه هو دخل امتى؟ لما كان دخل في المرحله دي لما كنا لسه سيلز ففي واحده من البروسيس ما لحقتش اسحب نفسي كفايه فسبت غصب عني رجليا فوق الرجلين اللي اتسابت على البروسيس دي حاجه اورجانيك ولا ان اورجانيك ولا هاي؟ اورجانيك حاجه اورجانيك 100% ده سيب بروسيس يبقى انكالسيفايد ولا لا؟ انكالسيفايد اللي حصل بعد كده الامينو بلاست اشتغلت وعاشت حياتها عادي جدا حطت انامل فدخلت ليه معايا؟ حبست الاودونتوبلاست الكروسس الطرف بتاعها وعشان هو حاجه اورجانيك هيتحرق ويبني ايه؟ انكالسيفايد كل الاسنان السوداء دي شايفين؟ البروسس على فكره عشان هي اورجانيك لونها خط اسود ولا لا؟ شايفين؟ كل دي اودونتوبلاست الكروسس هتاخد كلامها في الدنتين استنى عدى التنسيب ان اعمل جنكشن انت لما كنا لسه في مرحله التكوين لسه ما حطيناش حاجه في الدنتين فورميشن صح؟ حطينا بنتين ونزلنا تحت ونعمل التراسك فدلوقتي البروسيس ايه؟ هي رجليا اتحبست فوق ايه؟ ليه باينه السودا كده؟ عشان هي ايه؟ اورجانيك انت عارف عليها خدوا بالكم لو انا بذاكر النمل بذمه هعمل تجميع كده اكتب على جنب ايه هي الهايبوكالسيفايد ستراكشرز اللي انا خدتها في النمل والحاجات الانكالسيفايد او اني مينرالايز اللي خدتها مش عارفه انت بتعملي ايه الانامل صح؟ اه الاوريجن بتاع الابيديرمال ولا اكتمز الكايمر؟ اكتمز الكايمر
لخبطه. الينام سكندر اكتودير من الاوريجن ولا اكتوميزينكاين؟ انا بقى اتلخبط عشان الينام لو اكتودير من الاوريجن لا هو جاي من خليه اسمها اوبنت كلاس ودي اكتوميزينكاين من الاوريجن. فهمت السؤال؟ طيب على راس اللي انا حطاها دي اكتر منطقه يا دكاتره احنا كاوبنت كلاس اللي مركزين جامد جدا فيها لدرجه ان الكريسل سود ستراتيفار هي فين؟ اصغر مساحه للدنتين مش هي في المنطقه دي؟ منطقه الكاسبا والانسايزر يعني اكتر منطقه لو دكتور كلاس مزمنها في بعضها ومش عارفه تسحب رجليها بسرعه هتكون فين؟ في الكاسبا في الانسايزر او الكاستي؟ اه يبقى لو جالي كفريزو نعمل سفندرز خد بسيم ان لارج نمبرز عند الكاستي والانسايزر ريتش ايه السبب؟ ليه عندي نعمل سفندرز كتير قوي في منطقه الكاسبا زي هنا كده؟ اشمعنى؟ ها؟ ديو تو كراودنج اوف مين؟ دونتو كلاس خلاص؟ كراودنج كراودنج يعني زحمه ديو تو كراودنج اوف دونتو كلاس خد بالك عشان محدش يقول لي نعمل سبيندر زي الطفت السبيندر ماشي مع اتجاه نعمل رودز واقفة زي الخط كده صح؟ يبقى النوت فول والكورس بتاع نعمل رودز مش زي الطفت خالص بعدين هي وحدايا ما هياش شجرة كتير هي واحدة بس كل واحدة لوحدها بنتينو نعمل جونكشن هنقول بس شكلها ان هو سكالوب عشان اتعودت على طول انا برسم الدنتيرو نعمل جنكشن بتاعتي سكالوبس يعني فيها كونفكستيز عامله زي طبق المطبق المطبق كونفكس مهم جدا الدايركشن بتاعي ان انا لو رسمتها كده يبقى غلط لازم الحته الكونفكس تبقى ادوردز مين؟ دنتين لما برسم الدنتيرو نعمل جنكشن هتاخدوها في السكيشن تعرفوا ان الكونفكستي الناحيه المقعره دي من الطبق هيبقى ناحيه الدنتين مش اللي نعمله. طب احنا مالناش دعوه يا سكالوب مش سكالوب ايه الفكره؟ يعني في اراء قالت ان السكالوب ده بيعمل كرييتنج حاجه اسمها اندر كات يعني اندر كات؟ يعني بنزل كده معينه السكالوب ده بيخلي يعمل الدنتين يعشر بعض بالظبط بس ليه بقول على فكره هو ممكن تكون السكالوب بتاعك عليه كده لكن رغم كده لو انا خدت سيكشن رفيع جدا كده في السنه في حته ما كانش فيها سكالوبي هلاقي برضه الميلان والدنتين ماسكين في بعض جامد. تاني يا دكتور يبقى في سبب تاني ولا لا؟ اوكي الاوبنتو بلس بص يا دكاتره ادي سكالوبي اهو صحيح ده بيخلي الميلان والدنتين ماسكين في بعض ادي الدنتين هنا والينام هنا لو انا خدت سيكشن كده قطاع صغير جدا حاولت افصل الينام في الحته دي عن الدنتين هيتكسر الانامل وما يسيبش الدنتين يعني عندي فيري فيرم اتاتشمنت مع ان ايه؟ السكشن اللي خدته في حته ما فيهاش الاندر كات اهو حته سموث فاهمين بقول ايه؟ السكالوبي انا بقول السكالوبي بيساعد في عمليه الفيرم اتاتشمنت لكن مش هو السبب الوحيد قال ان في بعض المناطق في السنه نفسها حتى بلاقي السكالوبي سموث مش موجود يعني واحد بيستخدم كتير قوي في الكاس ولا السايزنج وهنا بترجع تسيبه كده بقى. مع ذلك الهم والتنتين ماسكين في بعض جامد. فقال ايه السبب؟ فاكرين الرسمه اللي رسمتها هنا بتاعت البروتوكلاس الامين بلس؟ ها؟ اول حاجه هتطلع منها التنتين. فلو دوت بلس بتحط فايبرز كده وبعدين ترسم عليها كريستالز عملت اول هي من التنتين. هتيجي الامين بلس تطلع لفوق شويه. تبقى ترسمي مين هنا؟ نعمل ماتريكس دي نعمل برافو عليك وتنزل الكريستالز ايه الكريستال بقى هي اللي بتتداخل بتاعه الكريستالز اوف مين؟ فيرست لاير اوف دنتين يبقى الفيرم اتاتشمنت ما بين الانامل والدنتين لو جالي جيف ريزون فيرم اتاتشمنت بتوين انامل اند دنتين مش عايزه موبايلات كده ما عندنا صوت يعني برضه بيعمل كل حاجه لو جالي جيف ريزون فيرم اتاتشمنت بين
بعض المناطق مش هشوف فيها السكاربينج ده، يعني ما عنديش اندر كاتس. السبب بتاعي due to the interdigitation اللي هو عندك في التداخل. مش شايفين التداخل. interdigitation يعني ايه تداخل؟ ما بين اول فايبرز واول كريستلز بتاعت مين ومين؟ دنتين مين؟ انامل. مفهوم يا دكاترة؟ مين بيتكون الاول؟ دنتين، خلاص؟ دنتين ده بيتحط في شغل شبكة الاول من كولاجين فايبرز، ها؟ خليني يرتب عليها هنا. طيب جينا نعمل الكون مش هو برضه هيتحط فيه كريستلز؟ فالكريستلز بتاعت النامل بتتداخل مع كريستلز اوف دنتين، فيعملوا فيلم اتشمنت ولا لا؟ سواء عندي سكيب في المنطقه دي او ما فيش، احنا كده كده التشابك او الانترديجيتيشن موجود في الستراكشر نفسه. كريستلز متداخله مع كريستلز، فايبرز متداخله مع جنابل بروتينز. ماشي يا دكاتره؟ بصرف النظر عن الشكل بتاعي فيها من الدكتور رشدي. انا مش شايف الكلام ده كله في ام الكتاب. السؤال الثاني ممكن يجي ريت، يعني برضه هبص كده 1 2 3 لغايه 6 هم سيلف ستراكشر دينامك. سيلف ستراكشر دينامك. يبقى فين بقى الانامل اللي بينزلوا على الجنكشن ده؟ بسرعه دي صح؟ دلوقتي في الميت كان ممكن يجي لنا تعريفات، ممكن يجي لي نمرات معناها برص كده 1 2 3 4 يعني اسامي فقط. عشان كده بقول لكم بنذاكر الاسامي وبعدين كل حاجه لوحدها على كده. يعني ممكن يجي سؤال كده سيرف ستراكشرز اوف دينامي، بصوا كده كام حاجه. ست. او في ستراكشر دينامي تري كلمات روك اند كراكس اف ادرولر سيمنتم وبرايمري نيرف. دول الست حاجات اللي بلاقيهم على السيرفس بتاع الدينامي. ما هي الستراكشر فيتشرز؟ حد يفكرني بيهم ايه؟ ايه الاربعه؟ اللاملة والطفل الدفتس سبنتل سبنتل خلاص؟ سيرفس ستراكشر معناها اشوفها على السيرفس بتاع الانامل، عشان كده مختلفين السته دول. وعشان بره سميناه اوتر.
اشوف برضه ما فيهاش راوند يعني ستراكشرلس او رادلس ولا بس اسمها ايه من المرات مش فاضي بنقول كان الانامل بتاعي متكون من ايه طبقه كبيره قوي من راوند انترابت محشوره ما بين طبقتين رادلس انامل صح مش كده بالظبط كده بقول الانامل بتاعي الخلايا الكبيره كلها عباره عن راوند انترابت محشورينها ساندوتش بالظبط كده لما بتروح في المراجع ساندوتش بتوين بينر واوتر هي اللي جات لنا رودلس ينام مين شاطر هيقول لي اشمعنى في الحته دي كان في رودلس كده عملت رود انت الرد في ستراكشر ظهر عمل لي رود انت الرد واختفى تاني تومز تومز بروسس تومز بروسس رومانر اللي فاتت تخلي الدايركشن لقد كانت هناك مجموعه من الممكن ان تكون 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 هناك مجموعه من الممكن يبقى هنا عندي رابع انترات هو الطبع ما فيهاش هطلع لفوق شوية ومنزلها بقى شكل الجمعة ده يبقى هكون ايه حالة زي كده رادو انترات لان انا عملت اختلاف في دايركشن او سيستمز جيت في الاخر خالص عايز اقفل بقى النمل عشان هخش في حاجة اسمها ماتيريشن انا عارفة كمان شوية هقفل ازاي هسحب التومز بروسس تاني وافضل اكون النمل برضه بنزل كريستلز Thank you.
مفيش فايبرز صح؟
يبقى انا من اسمه عرفت ان السمنتم ده نوع من انواع السمنتم ما فيهوش كولاجين فايبرز مختلف عن بقيه الانواع. طب مين اللي عمله يا دكاتره؟ هو بقى بدرس ليه مع الانام؟ قال لي لان السبب بتاعه ركز معايا بقى كويس كده. مين اللي كان مغطي السمنه؟ ريديوسد ريديوسد انعام الابيثيليوم صح؟ المفروض ان انا افضل مغطي السمنه لغايه لما اطلع الدوره الكافيتي وبعد كده بقطع صح؟ لو حصل لي هنا ريتراكشن يعني نشوف الحته دي كده مين اللي اتكشف عندي؟ مين ده؟ مايكل لوبي ينامل خلص وكل حاجه بس بقى اكسبوز. اكسبوز لمين؟ مين اللي حوالين السن؟ سلايفا اللي كانت بتطلع لنا سنان ده لما كان ليه كمان سنان ده كان صح؟ ده كان سايق صح؟ شوف عم تفرشين لكن ده هو ينامل قررت ان هي تتحرك السنان طب تترصد عليه صح؟ يعني ايه حته سمنت رايح بصور كده؟ اه بالظبط كده. ورغم ان هو السبب بتاعها يبان حاجه مش طبيعيه لانه بيحصل في 60% من الاسنان. شايفين المنظر بس ان انت طالع فين؟ راجل فوق الانامل. لما تاخدوا ان شاء الله سمنت الانامل جنكشن تعرفوا ان ده بيحصل في 60% نسبه كبيره. فنقول لكم ايه سبب الاي فايبريلر سمنت؟ ها؟ ريتراكشن اوف ريديوس انامل ابيثيليوم في اي منطقه؟ السيرفايكال بارت. لما بقى ريتراكت اتعرضت للنمل اللي خلايا مين؟ ها؟ مين اللي بتحافظ السنه؟ ساك ساك سنتر ساك فيها خلايا عم ديفرنشيلي كده تتحول لمين؟ سمنت بلازما تحط لي اخر كده سمنت. لو انا سمنت من غير فايبرز هتقول من الرايز ولا كل من الرايز؟ لو انا شلت الفايبرز من السمنت هبقى كولي من الرايز ولا جود من الرايز او من الرايز؟ الفايبرز دي اورجانيك ولا ايه اورجانيك؟ اورجانيك. لو قلت لك ان نوع السمنت ده ما فيهوش فايبرز وما فيهوش خلايا بخلاف انواع ثانيه من السمنت كده اول من الرايز يبقى مور من الرايز ولا مور من الرايز؟ عشان لو سالته ليه اول من الرايز؟ due to absence of fibers, absence of cells. ما فيهوش سيلز وفايبرز بخلاف ايه انواع السمنت اللي هي هتدور عليها. ينام الكيوتيكل هنرجع لنفس الرسمه دي. مين الخلايا دي يا دكاتره؟ الديوز ينام الابيثيليوم فاكرين بلاست سكريتوري بلو ده كتبوا بعميله بلاست خدناها في وظائف الجيل لكن الابيثيليوم كانوا سبعه هم كانوا سبعه لكن من ضمن وظائف الدينا الانامل الكوتيليان سيبيشن اوف بروتين برايمري انامل كوتيليان ماشي؟ من النار تفيد الرموز في الاخر النقطة اللي بتتطلع عليها الطلبة عموما في عشان هروح لكم شوية دلوقتي انا هجيب الانامل ده حاجة غالية جدا علينا لان الامين والبلاصة لما تمشي كلنا ما تبينش ترجع تاني صح؟ لو واحد جاب كوبايه زي كده واقف عليها يعمل ايه؟ مش يشرب فيها هيجيب ورق السلوفان اللي هو الشفاف ده ويغطيها بايه؟ الورق السلوفان او الشفاف ده اللي هو حاجه اورجانيك ماده عضويه ممكن تتقشر بسهوله هي اللي هتبقى لازقه لي الامينو بلاست على سطح الدينامو ماده عضويه عامله زي البيزنس ميمبرين ايه اللي رسمتلكم بيزنس ميمبرين في الحته دي؟ بعدين بعد ورق السلوفان خايفه برضه ان هي تتخبط كده ولا كده رحت جايبه حته من الفلين او السفنج اللي هو ريديوست انامل بيتين يبقى مين اللي بره ومين اللي جوه؟ اللي بره ريديوست فين الكيوتيكل؟ جوه الكيوتيكل هو اللي مباشره على سطح الانامل لدرجه انه لازم في الرد بين الرد سبستنس اللي وراه بقى بحط حته كرتون او سفنج عشان احمي الانامل اللي هي اسمها ريديوست انامل بيتين الريديوس انامل الابيثيليوم هيشارك في عمليه الايربشن ما علينا ازاي تبدون على الايربشن لو السنة طلعت في الاورال كافيتي سيبنا الريديوس خلاص يتعلم ايه؟ الكيوتيكل شلنا حتة السفنج بس فاضل لنا ايه؟ كيوتيكل احنا متعاطين بيه؟ ايه هو ده المرحلة اللي انا قلت عليها؟ اللي نعمل كيوتيكل فاضل لنا مين يا دكاترة؟ لا ما انتوا ردوا معايا انا بتكلم من غير مرة اللي هو الكيوتيكل ترسيب السن ترسيب السن لما ينفع ورق السلفان ده يستحمل الاكل الكتير اللي انتوا بتاكلوه
ولا فرشة سنان والكلام كتير ولا فرشة سنان والبراشنج لا سمح الله توز براشنج مش هيستحمل يبقى هيبشر صح؟ ما عاد في حتة بالسخافية والسيشن المهوية المناطق السخافية ممكن ألاقي فيها بقايا من هناك من هنا جبت سلفس بيتزا وفرشة سنان ودبس اخر حاجه عملت الديفرنشيشن
عشان لما يتعمل بنتين يتدخل مع ايه يا دكتور؟ علينا مع الدينامز. يبقى ما ينفعش اسيب ايه البيزا لامينا سليمه كده. بصوا كده اخر مرحله في الدفرنشيشن البيزا لامينا راحت فين؟ اختفت. هي رجعت البيزا لامينا ايروجيشن والجيشن فانكشن ابراتي وهو القصه اللي حكيناها مش مره تاني. ده الدفرنشيشن اخر مرحله خالص عملنا ايه؟ شفنا البيزا لامينا عشان لما نيجي نحط فيرست لير بنتين وانا اتحول لامينو بلاس وابدا انتج دينامل يتداخل مع فيرست فول لير بنتين. دي قصه الدي بي جي او الدي بي مان جنكشن اللي عملنا حكينا فيه. فهمتوا؟ فهمتوا ليه هتيجي هنا في الاخر لازم تشيل بيزا لامينا؟ مش هكسر كل البيزا لامينا. هكسر في الحته اللي هبتدي اعمل فيها بنتين ونعمل. سكريتوري ستيج مين شاطر هيقول لي؟ هو السكريتوري دي مش انا ممكن اقسمها لمرحله اوليه عندي فيها السلم البيل بتاعي سكريت ولا لا؟ اول مرحله في السكريتوري هعمل نيلامي شكله عامل ازاي؟ ماتريكس بس ماتريكس نيلامي ماتريكس. طيب نتفق على حاجه بقى، ليه ما قلناش ان انا عندي لير من بري نيلامي زي ما قلنا في لير اسمها بري بنتين لير بريدنتين ده حاجه اورجانيك ولا لا؟ كله يسمع بريدنتين انا لازم اعمل ده. مش كمان السكشن بريدنتين ده كتر ايه؟ انا لا صح؟ متفقين ان هو اورجانيك ما فيهوش ولا فتفوت اتنين. فبالتالي ده عندي لير دايما اسمها بريدنتين وليه وراها اسمها دنتين من الوايت صح؟ من هنا ما فيش القصه دي. عارفين ليه؟ لانها في امينو بلاست قلت انا هاخد الماتيوريشن او النضوج بتاعي في عمليه المينرالز دي على مراحل. ودي تاني حاجه عايزاكم تعرفوها في عمليه الامينو جينيسيس او التصنيع ان الماتيوريشن بتاعي هيبتدي بدري جدا. هيبتدي من وانا بعمل سكريشن هنزل معايا وانا بنزل دينامك بروتينز مش هنزل دينامك بروتينز بس يعني مش هنزل اورجانيك بس لان هنزل معايا حوالي 25 ل 30% هي دكاتره ايه اورجانيك صح؟ يعني الميلامين ماتريكس اللي انتوا بتشوفوه في السكشن ما هواش فيه اورجانيك ده جواه نسبه مينرالز كام؟ 25 30%. فحتى لو انسحبوا بالديكالسيفيكيشن نسبه كبيره لسه فاضله صح؟ عشان كده شفناه. لكن لما وصل لزيتر 90% قلنا لكم هنسميه نعمل ايه؟ سبيس. برافو عليكي. لما وصلت لنسبة مينرال 96% لا كده مش هقدر اشوفك بقى لا ماتريكس ولا غيره هشوفك هنا من سبيس. المرحلة الأولية من الماتيوريشن دي بسميها برايمري ماتيوريشن. خد بالك الأمينو جينيسيس يعني عملية معقدة أنا بحاول أبسطها. فطبقوا قدامكم معايا خصوصا أنتم مش هتذاكروا كل الكلام ده. شوفوا الكلام اللي أنا عايزاه إيه وركزوا فيه. دلوقتي سيبنا المورفوجينيك والديفرنشيشن ودخلنا في مرحله عايزه اكون انامل ماتريكس معايا كده. اول حاجه في التكوين خالص عندي تومس بروسيس ولا ما عنديش؟ ما عنديش عشان انا عايزه اعمل انر رودلس انامل صح؟ مش انا عماله اقول لكم هنزل كريستلز فارن هنزل كريستلز. هو انا هنزل كريستلز قد ايه؟ 25 ل 30% بس في السكريشن بتاعي. فبالتالي ما عنديش لاير اقدر اقول عليها ان هي اورجانيك 100% فما عنديش لاير كامل انامل صح؟ قلنا عليه نعمل مالكس، حد جاب سيرة في نعمل؟ لكن الدنتين بيعمل اللي هي بيور اسمها دي دنتين بيطلع يعمل حته جديده يكون بيعمل مينراليزيشن القديمه وهكذا. النعمل الوضع مش كده. لان انا لما بنزل نعمل بروتينز نزلت معاه كام؟ 25 30% سميت القصه دي برايمري ايه؟ ماتيوريشن. يعني كده بجهز نعمل ماتريكس ويبقى ناضج بنسبه ايه؟ 25 او 30%. مفهومه؟ أول حتة اتكونت من النعمة فيها رد ما فيهاش؟ ما فيهاش سميناها هنا رابلس نعمة. ما فيهاش ليه؟ عشان ما عنديش ايه؟ ما عنديش تومز بروسس. برافو عليك. يبقى في بداية السكريتوري متفقين تماما بشكل كده. طلعت كريستال سبير بيربنديكولار على السيرفس وفي اتجاه واحد فعملت انر ستراكشر للسينامل او انر رابلس نعمة. معايا؟ الانر رابلس ده نزلت معايا نسبة مينرز قد ايه؟ انا لو جالك ماتريكس رميت كريستالز فيها مينرز بنسبه 25 30%.
ماشي يا دكتور؟ تعملوا باس درايف لفوق شويه وراي البروسيس اسمه ايه؟ تونز تونز بروسس رود والانتر رود. مدام طلعت تونز يبقى هشتغل اعمل ايه؟ رود والانتر رود. رود والانتر رود هشتغل مساحه كبيره كلها رود والانتر رود. هتيجي مرحله انتقاليه بعد السكريتري بسميها ترانزيشنال. يعني ايه ترانزيشنال؟ انتقالي انتقاليه. من عملت تخانه كبيره جدا للمينام الرود والانتر رود. طب انا عايز اسحب نفسي بالتدريج سحبت التونز بروسس عملت ايه بقى؟ عملت ايه مش فاكر عامل ازاي؟ لو انا سحبت تونس بروسس انزل كيسر في اتجاه واحد ولا لا؟ لا يعني انا بحكي قصه ما ينفعش حد في النص كده ويفصل. تاني بدايه السكريشن كان عندي تونس بروسس؟ لا ما عنديش. عملت مينر رد سينام طلعت تونس بروسس عملت التخانه الكبيره مالها فيها الراد والانتراد صح؟ صح. عايزه بقى اوصل المينام بتاع الماتوريشن هعمل ايه؟ هسحب التونز بروسس تاني يبقى هنزل الكريستال تاني مالها؟ يبقى عندي رد سينامل تاني بس انا بقفل بيه مينامل يبقى اوتر 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 مشينا كده في القصه يبقى لينا الرادلس ينامل رد وانتراد تخانه كبيره وقفلت اخر حاجه الاوتر في مرحله الترانزيشن المرحله الانتقاليه سحبت التونس بوزز فبالتالي عملت اوتر ايه يا دكاتره؟ برودلس انامل يبقى كميه كبيره من الرود محشوره ما بين اوتر وانامل وصلت؟ بعمل رود ما بعملش كده كده انا منزلها نسبه مينرالز قد ايه؟ 25 25 30% ده اسمه برايمري ماتريشن. طيب ده في برايمري عندي سكندري دي انواع ماتوريشن عايزين تعرفوها سكندري ماتوريشن يعني انا عايزه اوصل 25 30% لل 96 اللي احنا متفقين عليها من المحاضره اللي فاتت ان دي بتاعت الماتيريال ديناميك ماشي اوصلها ازاي بقى؟ اسمها ايه ستيج دي؟ ماتيريال بدايتها ترانزيشن اللي انا سحبت فيها مين؟ عشان بالتدريج هو اتأثر في نفسي شوية. مش معقولة مدة طويلة ما أنا مش هشتغل مش هعمل يعمل تاني. لما عملت الأوتر رودس إنامل التاني وصلت تاني سحبت دوس بروسس وعملت أوتر رودس. الماتيريال اللي بعد كده تعرفوا حاجتين. عشان أعمل ماتيريشن إزاي عندي 25 30% إنورجانيك ازاي وصلوا ل 96؟ هل كفايه ان انا اخد مينرالز من دنتال ساك وبتاع والتمام فوسفاتيز وارمي مينرالز ولا لازم اسحب ايه في المقابل؟ كالسيوم يا كالسيوم اسحب الاورجانيك اسحب الاورجانيك اللي انا حاطاه منزلاه ده اللي هو الاورجانيك والووتر اللي عامل البروتينز دي مش لازم اسحبها عشان افتح مكان اقدر احط فيه مينرالز زياده. يبقى اذا عمليه الماتيوريشن او النضوج دي هتشمل ايه؟ وسترول او بسحب اورجانيك ولا انورجانيك؟ اورجانيك. دي الجمله اللي عايزكم تعرفوها. ان انا عندي روفر وفوتر اند بروتين يعني بسحب الاورجانيك. عشان اعمل ايه يا دكاتره؟ عشان اعمل انترودكشن لمينرال يعني انزل مينرال زياده. بس خدوا بالكم انا هنزل مينرال زياده لكن هقول لها ترسلي على الكريستالز اللي اوريدي كانت معموله. كانت معموله امتى؟ عشان اتفقنا ان احنا كونا كريستال بنسبه 25 30% بس كانت لازم عامله زي كده كنت هتاخد رفيعه لما اجي اعمل كالكوليشن هنزل من الرش لازم تترسب على كريستال زي ما انت عاملها كالكوليشن مش هعمل كريستال جديده الشفوي يقول لك هل عدد النام كريستالز بيزيد في البرايمري سوري في السكندري عن البرايمري ماتيريشن؟ لا هقول له لا بيحصل دروب في الكريستال سايز عن طريق ان انا برسب عليها مينرال زياده انا هوصل للهدف اللي انا عايزاه كده كده اوصلها في 96% لكن مش هصنع كريستالز جديده والله الكريستالز اللي نزلت في الاول هحافظ عليها بس هكبرها مفهومه؟ في الاول تبقى نيد اللايت عامله زي الايبر كده فيها نسبه مينرالز 25 30% عايز تزود لي النسبه دي ارمي مينرالز على قد ما تقدر بس خلي الكريستالز تكبر لكن عمرك ما تعملي كريستالز ايه؟ يعني مفيش زياده في عدد الكريستالز عشان اعمل ماتيريشن. امال في زياده في ايه؟
Maturation day. مدام قلتها في المحاضرة هتيجي أسئلة مش بس شكل. يعني لما أقول لك رافد إندت وسموث إندت. كلمة رافد إيه؟ شايفين الصوابع دي؟ سموث إندت معناها ما فيهاش الصوابع دي. قال لي غالبا الشكل رافد إندت مسؤول إن هو يسوق يمين. هيرمي إيه؟ إنتروداكشن لإيه؟ لمينرالز. أما السموث إندت هيكون انفولفد اكتر ان هو يسحب الاورجانيك. مش انا قلت لك الماتيريشن عباره عن بسحب اورجانيك وبرمي مينرالز؟ فبيقول لي في شكلين بشوفهم في الماتيريتي فيز دي. شكل ليه صوابع بسميه ها لا كلنا مع بعض رافل هاندد مسؤول عن ان انا انتروديوس مينرالز. سموث هاندد مسؤول عن اسحب الاورجانيك اسحب الاورجانيك اسحب الاورجانيك اسحب الاورجانيك الاورجانيك فين الكلام ده فين الكلام ده بدات اوجه حبيت ادي صوت كده من جد في تعريف شهير اسمه سيل مودوليشن. اسمه ايه يا كابتن؟ سيل مودوليشن. تاني اصعب حاجه في محاضره النهارده قصه الامينو جينيسيس ان هي تخش في شكل حكايه. يبقى فاهم ايه اللي بيحصل ما بيحصلش في الدم. سيل مودوليشن بتيجي كتير سواء في النظري او في الشفوي. عارفين يعني ايه سيل مودوليشن؟ نفس الخلايا اللي انتوا شايفينها دي مره طلع صوابع يبقى اسمها رافل اندد ونفس الخلية بعد 8 ساعات تقلب شكلها تبقى سموث اندد. نفس الخلية شوية تبقى رافض ليها صوابع وشوية هي نفس الخلية تسحب الصوابع دي بقى سموث اندد. فكلمة سيل موديوليشن ده ديفينيشن معناه ها كرييشن اند ريكرييشن اوف ايه رافض اندد. يعني رافض اندد ده يظهر بعد كده الخلية تسحبه بعد 8 ساعات تبقى سموث اندد، بعد 8 ساعات تانيين ترجع تعمل ايه؟ تبقى رافد اندد وهكذا. يعني بتعمل سايكل دي كام مرة في اليوم؟ 8 مرات. ماشي؟ لو كل 8 ساعات كلمة ان انا يبقى ليا شكل واغير وارجع تاني نفس الشكل وانا نفس الخلية بسميها ايه؟ سيل موتيفيشن ده تعريف مختلف في الكتاب ومطالبين بيه. ما فين التعريف؟ معلش بعد انا لو قعدت زمايلكم بكره لو قلت لحد او حددت له ايه حاجات مهمه في الامينو جينيسيس اخليه يبلغ الباقي. ماشي؟ اكتب في اي حته في الكتاب كده مثل الموتيفيشن علينا وانواع الموتيفيشن برايمري سكندري فين تيرشن؟ ها في نوع ديليجيت انا ممكن النمل بتاعي مش بس بتاخد 96% ممكن ازيد ل 98% ازاي يحصل ترشي ماتوريشن؟ سلايفا. ها برافو عليك يا دكتور عن طريق السلايفا. فدينا لما اتكلمنا عن التنجلتيت المره اللي فاتت يبقى السنه نيوري رافت عندها 96%. ما احنا خلصنا ماتوريشن بالماتيريال تبقى مين وخلاص وخلصنا وخلصنا الانامل. طب ازاي هزود نسبة المينرالز ل 98؟ ازاي هوصل للتيرشري ماتيوريشن؟ عن طريق ايونيك اكسشينج ويت سلايفا. ماشي؟ يبقى حضرتك متسائل ايه الماتيوريشن؟ ايه معنى الماتيوريشن في حساب النمل؟ برايمري سكندري تيرشري. برايمري اثناء السكريشن وانا لسه بعمل السكريشن الماتريكس نزلت معاه كام؟ 25 ل 30%. بعديها دخلت في ماتيريال بسحب اورجانيك ووتر بنزل مكانهم مينرالز. مش هعمل كريستالز جديده لكن هكبر حجمها القديمه. وصلت لكام في المية؟ 96%. طب اوصل ازاي لتيرشري؟ ايونيك اكسشينج في السلايفا.
اوصل هون الكيفية اتحلل كده في النص عشان السن انا صغير مش كده سريعا الستيجز كلها لو انها في الميلو طب بالكوا هنا ما قلتش مينرايزيشن قلت ايه ماتيوريشن ان انا كده كده بعمل مينرايزيشن وانا بعمل سكريش عرفتوا ليه في التنزيل الكلام مش هيبقى كده ها تعالوا نشوف الحاجات بقى اللي خدناها في العمل تلاقي هنا شرط هتبقى وضم بالصلاص بعديها من الرفيع بين التنزيل تنزيل بينام الماده بس على طول ما قلناش حاجه اسمها بي الإنام اللي فوق التنزيل على طول ده هيبقى ستراكشرلس ولا في نوع من الدروب؟ نعم أول اللي هي من الإنام اللي فوق التنزيل على طول ده ستراكشرلس درودلس برافو عليك مين ولا أوتر؟ إنام الكلام ده؟ تعال نشوف الرسمة دي تجميع اللي بس قلت عليه أول اللي عملتها من الإنام هتبقى بريدنج تي اول لير من اللي بنسميها هنا خالص هتبقى هنا ولا اوتر هنا هيبقى عندي تونس بروسس في المرحله دي لا 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 تعال نشوف كده رودلس انامل وفعلا الخليه بتاعتي وضعت تونس بروسس المرحله اللي بعديها عملت رودل انترنت في كي هول مرسومه سيدي الباير كميه كبيره اعمل ان انا شكل ايه؟ في راد وانت راد يبقى عندي مين ظهر؟ التومس بروسس خلصنا التخانه الكبيره عايزين نخلص بقى نعمل في الاخر بحط ايه؟ اوتر سحبت التومس تاني اذا عملت اوتر اوتر رودلس يبقى عندي لينر واوتر ما بينهم راد وانت ده الخلاصه اللي عايزينكم تعرفوه ايه الشيرجز وحتى لو تحط الكتاب ده فوق حقوقكم بس عشان اوريكم صور مش موجوده في الكتاب. طبعا لو تحب تتفرج على اي حاجه في البرنامج نخش على نعمل سيرش انما احنا ماسكين الموبايل وفاتحين مش عارفه ايه كده استغفر الله العظيم لا ممكن نفتح النت ونستفيد بايه؟ من اي صور في البرنامج. الايه دي تشينجز؟ ها؟ Attrition, decrease permeability, increase the hardness of color changes. أنا سمعت إن أنتوا خدتوا أوبتيك صحيح ولا دي إشاعة؟ صحيح. أنتوا لسه ما خدتوا أوبتيك من الناس دعوة. تعرف يعني إيه attrition؟ يعني إيه attrition؟ من زمان. Attrition معناها contact. فيسيولوجيا فيسيولوجيا اللي عايز بقى يعرف عنده بروكسيزم ولا لا يصحى من النوم
مش قادر. وجع هنا فظيع في تي ام جي. لا اتنين دول مصداع وبتاع بدل ما احنا لسه عارفين كده. ولو حد فتن عليه هو بيعمل كده صوت وعين نرجع للموضوع. ايه هو الابريجن؟ ابريجن مع اكسترنال سبس كيميكال. مش دعوه بالشكل المتكئ ايه؟ اي حاجه لونها اسود. ممكن يبقى استنى استنى الانترنال. بس دي مش هسالكم فيها في الامتحان. فاكرين مش احنا قلنا يا دكاتره الهيدروكسيد راديكال دي هي الحاجه اللي ممكن يحصل لها كليزمت او احلال؟ ماشي؟ ممكن الاحلال ده يبقى في مصلحتي زي حاله الفلورايد. لو اعمل فلورايد اللي هو يلزق ويعوض ال طيب البيبسي على الكوره والحاجات دي لونها اسود يبقى فيها حاجه اسمها فايبر جرين. المشكله ان الفايبر جرين ده ممكن يعمل احلال مين؟ يخش يفرز الهيدروكسي هيدروكسيد راديكال بيكون بقى المنتج ده مراتي ما هواش للسوليبل ده مور سوليبل. خلاص؟ الناس اللي بتحذر ليه ما بنشربش المفروض الكولا والبيبسي الكلام ده عشان بتعمل ايروشن. بتعمل ايه؟ ايروشن. ايروشن. ولا ايه بيقول لكم جبتوا بيبسي مره دلوقتي. اللي يجيب نفسي يجيب واحده معايا. بيرميابيلتي اتكلمنا عليها في المحاضره اللي فاتت. تفتكروا مع الاثنين دي بيرميابيلتي جديده ولا ايه؟ هات ايه اللي دايما يحتاج تشبع؟ انا عماله من 96% عماله نقص من المعلومات المعينه واحده ولا خلاص انا وصلت على 95%. لكن ممكن تستمر ان انت تنتهي من الصعب على اساس ان هي اكثر من 60. Color changes? Hold on, just hold on. Food fire? Yeah, I'm going to change it. I'm going to change it. I'm going to change it. Color changes? I'm going to change it. I'm going to change it. I'm going to change it. هوليوود سمايل ومش هوليوود سمايل وكلام من الاهبال ده. طيب كلر تشينجز هو ايه اللي مترسب على السنان دي؟ كالسيس. ممكن يكون في ستين صح؟ ستين خارجيه سابخه يعني عاده مثلا بيشرب قهوه كتير او سجاير مش دعوه او نسجاير حاجه تانيه. هي مش اكسترنسيك ولا ستريس؟ ستريس. لو حطيته معجون بتاع كل شيء واشتغلت شويه عليه كان ممكن صح؟ طب انا اشتغلت وعملت كل شيء وكل حاجه لقيت الوقت السيستم صفرا. اه ده ياخد الكشف وهو طالع مشكله. ايه بقى المشكله دي؟ انترنسك. ان انا ممكن يبقى السبب بتاعي انترنسك. تترا سايكل. يعني انترنسك معناها زي التترا سايكل زي ما الدكتور بيقول ان انا اثناء تكوين السنه كنت خدت دواء فحصل لي انترنسك حاجه بقى داخليه. يا اما بمنتهى البساطه انا مع العمر بيحصل اتريشن للنمر ولا لا؟ يعني هيقل في الثيكنس. طيب ومين بقى عكس تماما بيزيد في الفيتنس؟ البنتين. لان طول ما انا عايش في البنت بس شغاله. بنت الولاد صحيح لكن شغاله كام البنتين؟ البنتين اللي هو اصفر. لما تزيد كده حاجه والنار اللي هو 50 سنتيمتر. يعكس لي ان انا عايش في البنت اكتر. وده يكون صح. تمام انا ما اعرفش ان هي برضه صفر. حاجه زي كده بقى مش هسيب السن ده ايه ده؟ هعمل له كميه برافو عليك هيبقى ايه اغلى. او ممكن انا اعمل رحمه شويه اعمل له كومبوزيت مثلا يعمل له السنه بتاعه او ترامب. على فكره الفينيرز يعني مش اي حد كده يروح يعمل فينيرز اللي بتاعته لازم حد ثقه عشان يقول لكم محتاجين مش محتاجين الفينيرز بيعمل سمايل الكلام ده هي فينير ونكسب فلوس وخلاص. كتير ادفع ربع مليون جنيه مش فينير. لا انت هنخش على النت نشوف الفرق ما بين ينعمل هايبوفيشيا ونعمل هايبوفيشن. خدناها برضه حصلت سكسس. لا 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 هايبوبليشيا في حته مفقوده محدش بيصور. صور يا ابني. انا عايز اجيب الصورة عشان اعرف الفرق. اللي عايز الصور يخش على النت يبقى كده من بيتنا بجيبهم على النت. انام
عشان تتعدي شويه. عارفه ليه؟ عشان لو تعبت مش هتنسي. من بعد اقول انا بجاوب من الصلاه معايا كده ربنا هيديك النصائح القويه بعدين. هايبوبليشيا، شفت الصوره في حتت كامله من الانام المفقوده ولا لا؟ يبقى انا كده مشكلتي في الانام الماتريكس ولا الانام الماتيوريشن؟ في كميه ولا في كيفيه؟ تاني هايبوبليشيا المشكله في الكواليتي كميه بتاعه الانام الماتريكس ولا في الكواليتي بتاعه كواليتي كيفيه كميه لما اقول انام هايبوبليشيا في حته مفقوده في الانام يعني انا ما عملتش حته كبيره في الانام دي كواليتي او مشكله في تمنطق الانام يعني انا مش في السكريتوري ستيج ولا في الماتيريال ستيج في السكريتوري ها ايه رايكم؟ لا انا عندي حته مفقوده من الامل مشكلتي في السكريتوري ولا ما تقدر؟ السكريتوري ده انا اساسا ما عملتش كده في الحته دي بصوا كده ها ما عملتش نام الماتريكس في الحته دي النهاره دي لكن هل الكلاسيفيكيشن مالها؟ حسيتها كده ولا لا؟ عيب عليك يا السنة كاملة ولا يا دكاترة؟ الإنام الكامل بس مالا لونه ما يوقف بقول عليه تشوكي وايت يعني عامل زي لون الطباشير ها مشكلتي هنا ماتريكس برودكشن لا ولا ماتريشن برافو عليك انا عملت الإنام الماتريكس بالكمية اللي طلبت مني بس مشكلتي كده عامل ماتريشن يعني زادت من 25 ل 30% زودها نسبة كبيرة ما عرفتش يبقى هاي بليشن افكت سكريتوري ستيج طب ما عملتش نعمل بس في كفايه هاي كلاسيفيكيشن مالها في الماتيريال ما عملتش ماتيريشن سكيلز ولا وين مع ذلك هاي كلاسيفيكيشن ده ممكن يقول لك هاي كلاسيفيكيشن ليه علشان الاماكن الضعيفه لان نعمل هاي كلاسيفايد ده طالب ده كان مفهوم مع الوقت مع الحاجات دي ممكن حتى تفصل منه ولا لا هيبقى شبه اي ثينك لازم ريدكشن يتشال السوفت انما ده يتعمل كراونز يا كراون يا فينير ما بالك يا الاوضه كلها يا جماعه فكروا اورجن تاخد 15000 ان شاء الله حق الجامعه فيهم بقول لك ايه لا ما ذاكرتش الحته دي هي ما قالتهاش في البتاع ده ليه؟ ذاكرت الورق صح؟ اه ايه بقى في الورق؟ ما انا عارف ان في الورق والله بس هي ما قالتهاش انت واخد بالك؟ مش لاقي بقى قالت لي